أكد سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم أن الاتحاد والأندية يعملان معا لمستقبل الكرة الأردنية وتواصل إنجازاتها على كافة المحاور بما يعزز من رصيدها في كافة المحافل العربية والقارية والدولية. جاء حديث سموه خلال لقائه أمس مع رؤساء أندية المحترفين، حيث استمع إلى مطالب الأندية وملاحظاتها حول عدد من القضايا أبرزها قضية الإعفاء الضريبي، حيث أكد سموه أن الاتحاد مستعد للمضي مع الأندية لتحقيق ذلك سواء من خلال الوزارات أو عبر لجنة الشباب في مجلس النواب بهدف تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على دعم الأندية. انتهت قبل قليل مواجهة النادي الفيصلي مع فريق العربي وانتهت بفوز الفيصلي بهدفين مقابل هدف واحد، فيما تتجه الأنظار غدا السبت إلى ملعب الحسن في إربد حيث يلتقي الرمثة والوحدات في قمة كروية قد تعزز من فرص الوحدات في نيل اللقب أو تقرب الرمثة إلى نفس الهدف. أجواء الاستعداد لمباراة الغد في التقرير التالي. استعدادا لمواجهة الوحدات مع انطلاقة مرحلة الإياب من الدوري الممتاز، الغزلان ينظرون لهذه المواجهة على أنها مباراة لقب. الرمث الذي يمتلك 20 نقطة بالمركز الثالث يسعى للظهور بالمستوى المطلوب لإرضاء جماهيره التي تمني النفس بتحقيق الأفضل كسابق العهد لنجوم الرمثة. الفريقين بضمن عناصر يعني نجومية في الأردن، فالمباراة أنا أتصور أنها تكون مباراة شيقة ومباراة جميلة، أتمنى أنه من الجمهور الكريم أنه يستمتع فيها. مجموعة غزلان الشمال تسير بخطى واثقة ومميزة، خصوصا بعد الانتصار الذي تحقق في المواجهة الأخيرة أمام العربي بهدفين مقابل هدف، وكان هدف الرمث الثاني بتوقيع السلمان الأجمل مطلقا. على الجهة الأخرى ووسط أمطار الخير التي لم تقف عائقا إضافيا أمام إصرار المدير الفني للوحدات، فالتحضير مستمر والإرادة حاضرة لتحقيق الفوز بالرغم من الغيوم الداكنة التي خيمت على أجواء النادي فنيا وإداريا بعد الخسائر المتلاحقة واستبعاد بكأس الوحدات والكرة الأردنية. رأفت علي من تدريبات الفريق: أنا مرتاح كثير على أجواء اللاعبين، اللاعبين يعني مثل ما حكيت لك يعني متحملين مسؤولية أكبر من مرحلة الذهاب، كوننا أن نهزينا ثلاث هزات، فأتوقع أنه ثلاث هزات راح تكون إن شاء الله تصحيهم، وأنا اللي شايف من عيونهم نصحتهم إن شاء الله. الصفوف متكاملة والأسماء حاضرة ورصيد الوحدات 22 نقطة، ولا يحتمل هذا الرصيد النزيف أيضا إذا أراد الأخضر الاستمرار بالصدارة التي يشترك فيها مع الغريم التقليدي الفيصلي. هكذا أنهى الوحدات تدريباته بأجواء مفعمة بالخير وبالإثارة والمعنويات العالية التي تعطي مؤشرات بأن الأخضر نحى كل الخلافات جانبا وينظر للمواجهة بعين البقاء والاستمرار. بالرغم من هذه الأجواء الماطرة إلا أن الوحدات وكتيبة المارد الأخضر تستمر في الاستعداد لمواجهة الرمثة مع انطلاق مرحلة الإياب. يوسف البستنجي، رؤيا. اعتذرت أندية كرة اليد المعترضة على عدم تلبية الدعوة التي وجهها إليها رئيس نادي السلط خالد عربيات لعقد جلسة مشتركة مع اتحاد اللعبة لبحث كافة الأمور العالقة بين الطرفين والوصول إلى حل يرضي كافة الأطراف. المتحدث باسم الأندية المعترضة فريد الرمادنة أكد أن الأندية وهي العربي وأم جوزة ويرموك الشونة والفجر ووادي السير وكفرسوم والكتة وكفرنجة رفضت اللقاء نظرا لتمسكها بالقرار الذي اتخذته سابقا بتجميد نشاطاتها وعدم المشاركة في البطولات التي يقيمها الاتحاد. نترككم الآن مع فقرة حدث في مثل هذا اليوم لنتابع. The 1994 Lillehammer Winter Olympics were the first to be held in a different year to the Summer Olympics. The dominant figure was Norway's charismatic speed skater Johan Koss, who on March 14 set a world record in the 5,000 metres. Koss also won the 1,500 and 10,000 metre events and went on to serve as an IOC member. Top jockey Willie Shoemaker and his wife. Some familiar faces occupy the March 14 replay roster. Willie Shoemaker, the American riding legend, saluted the judge for 7,000 win in 1976. And in 1987, Katarina Witt won the third of four successive World Figure Skating Championships.